أسباب النزول. أسباب النزول. كان العرب قبل الإسلام إذا أحرموا بالحج أو العمرة لا يدخلون بيوتهم من أبوابها، بل يدخلون من ظهورها، فكانوا يتسلقون جدران بيوتهم من الخلف، أو يفتحون فتحة في الجدار ويدخلون منها، وكانوا يرون فعل ذلك هو البر والتقوى، ويرون الدخول من الأبواب عيباً كبيراً ومخالفة شنيعة. فلما جاء الإسلام أحرم رجل من الأنصار، ثم جاء ودخل بيته من بابه، فعيروه بذلك، فأنزل الله تعالى قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فأخبرهم الله عز وجل أن البر الحقيقي هو أن يتقي العبد ربه عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا التعبد بما لم يشرعه الله جل وعلا. ولذا أمر بإتيان البيوت من أبوابها، فترك الناس عادة دخول بيوتهم من ظهورها، وصاروا يدخلونها من أبوابها. أسباب النزول. أسباب النزول.